برعاية سعادة السفير الفرنسي في الأردن ديفيد بورتولوتي، احتفلت جمعية الكاريتاس الأردنية بتدشين خارطة الأردن الكتابية، وذلك في كنيسة الروم الكاثوليك بمادبة، حيث تم تصميم الخارطة كأرضية فسيفساء تحيط بالكنيسة. إلى التفاصيل. تحت رعاية سعادة السفير الفرنسي في الأردن ديفيد بورتولوتي وبحضور سيادة المطران كير جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية بيترا وفيلادلفيا وسائر الأردن للروم الملكيين الكاثوليك، احتفلت الكاريتاس الأردنية بتدشين خارطة الأردن الكتابية الكائنة أمام كنيسة الروم الكاثوليك في مادبة. وتأتي هذه الخارطة كجزء من مشروع تحسين استراتيجيات تأقلم النازحين العراقيين في الأردن والمحتاجين الأردنيين، ويمثل عملاً مكثفاً لتصميم أول خريطة كتابية للأردن بالفسيفساء. وابتدأ الحفل الذي حضره عدد من السفراء والنواب وممثلون من المجتمع المحلي بكلمة ترحيب من راعي كنيسة الروم الكاثوليك في مادبا قدس الأب معين الحلو، ومن ثم كلمات من سيادة المطران جوزيف جبارة وسعادة السفير الفرنسي والسيد وائل سليمان. وذكر سيادة المطران جبارة بكلمة له بأن الأردن بأرضه ونهره وشعبه حاضر دائما في صفحات الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، وما ذلك سوى للتأكيد على أهميته في تاريخ الحضارات القديمة وعلى قداسة أرضه التي تشرفت بحضور الرسل والأنبياء لا سيما السيد المسيح. أيها الحضور الكريم، موزاييك تجسد الأردن من وجهة نظر كتابية، ولكن الأردن كبلد هو بحد ذاته موزاييك أبدعها الخالق. موزاييك من حيث الجغرافيا، الصحاري والجبال والهضاب والسهول والوديان. موزاييك من حيث التنوع العرقي، العرب والشركس والأرمن إلى آخره. موزاييك من حيث التنوع السياسي. موزاييك أخيرا من حيث التنوع الديني، الإسلام والمسيحية بمذاهبها المختلفة. إذا كانت ربات الفن السبعة قد ألهمت المبدعين لكي يجسدوا الجمال من خلال لوحات الموزاييك والجداريات والإيقونات، فالله هو الذي جمل الأردن بهذا التنوع وجعل منه بلدا فريدا في هذا الشرق العزيز. حفظ الله هذا البلد واحة للتآخي والتعايش والمحبة والوئام، بلدا يرفع راية الثقافة والإبداع في ظل جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، العين الساهرة على المقدسات المسيحية والإسلامية. في الختام، كلمة الشكر أوجهها للسفارة الفرنسية ولمؤسسة كاريتاس الأردن ولكل الصبايا والشباب الذين تعبوا واجتهدوا لإنجاز هذه التحفة الفنية الرائعة، وبالطبع لرعية القديس جورجيوس في مأدبة ولخادمها الأب معين الحلو ولكل الحاضرين، وشكرا. وأكد السفير الفرنسي في كلمته: نحن بغاية الفخر لهذه الشراكة طويلة المدى مع الكاريتاس الأردنية، وأنا سعيد جدا لأرى هذا المشروع الإنساني قد اكتمل اليوم ليكون علامة فارقة في هذه المدينة ومرجعا للسياحة الدينية والثقافية وحجر أساس للتراث المسيحي. ومن جهته عبر السيد وائل سليمان عن شكره لجميع الجهات والأفراد المساهمين في هذا العمل المميز الذي يؤسس مكانا سياحيا جديدا في مادبا الفسيفساء. أكيد اليوم نحن من خلال السفارة الفرنسية بالسنتين اللي مرقوا هذا المكان كان مكان عمل، يعني الأخ العراقي عم بيشتغل بكرامة وبيقبض راتب بآخر شهر. أكيد في بعض الخدمات الإضافية اللي كاريتاس عم بتحاول تأمنها من خلال مركز كاريتاس الموجود بمادبا، خدمات طبية، خدمات تعليمية بالقدر الممكن، لكن نحن كان الهم الأكبر هو توفير عمل حتى يعيش الأخ العراقي بكرامة، فتوفر له هذا العمل. وأكيد هذا مستمر
مستمر. يعني لازم نحكي هون بموضوع الاستمرارية. نحن اليوم أنتجنا هاي اللوحة، لكن الأخوة العراقيين مستمرين معنا بالموقع ورح يكمل عملهم من خلال ورشات العمل اللي موجودة مشغل الفسيفساء. أكيد نحن اليوم بالسنة الثالثة للتعاون، نحن بهذا الموقع تحديدا هاي السنة الثالثة للتعاون، ودخل شريك جديد لأنه السفارة الفرنسية عم تدعم كاريتاس بعدة مشاريع. وقعنا اتفاقية من شهرين لمشروع إضافي بالكرك رح نبدأ فيه الشهر القادم مع كنيسة الروم الكاثوليك بالكرك، ودخل شريك جديد للموقع من السنة هاي، دخلت السفارة الهنغارية والحكومة الهنغارية كداعم لدعم الأخوة العراقية بهذا الموقع. وفي ختام الحفل قام سعادة السفير بتدشين الخارطة وعمل جولة حول الموقع والاستماع إلى شرح من قبل فريق العمل من الكاريتاس الأردنية. ثم جرى توزيع شهادات التكريم والدروع لجميع المؤسسات والأفراد الذين ساهموا في هذا الإنجاز المميز. بالبداية احنا جينا، صارت الظروف الأوضاع اللي بالعراق والتهجير، جينا هون للأردن، فما كان في يعني فرص عمل لنا المتوفرة هون في الأردن، فقدمت لنا الكاريتاس اللي هو الموقع هذا ودعم من السفارة الفرنسية، فتحوا لنا المشروع هذا عشان احنا نشتغل هون بالأردن، ودخلونا دورات اللي كانت هي النجارة والفسيفساء والتغليف والإكسسوارات. احنا اختارنا الفسيفساء وبلشنا شغل، اخذنا دورة تقريبا كانت من 25 يوم الى 30 يوم،